عمالقة التصوير في الفترة الحالية جوجل سامسونج. جوجل بيكسل 2 وسامسونج جالكسي اس 9 بلس واخدين تقريبا اعلى تقييم من موقع دي اكس او مارك. الكاميرات بتاعتهم خرافية في التصوير الثابت، لكن احنا دايما لما بنيجي نقارن ما بنقارنش التصوير الثابت بس، احنا بنقارن الكاميرا في جميع الاوضاع بتاعتها، سواء كان التصوير الثابت او الفيديو، التصوير في ضوء النهار، التصوير في ضوء الليل، الزوم، الحركة، المايك، علشان انت لما تقرر ان انت تشتري تليفون تبقى قادر تميز ايه التليفون المناسب للحالة بتاعتك. هل انت بتصور فيديوهات؟ هل انت بتصور صور بس؟ هل يهمك التسجيل بتاع المايك وما تستعينش بمايكات خارجية؟ فدي مقارنة ممكن تنفعك علشان تقدر ان انت تاخد القرار وتشتري انهي تليفون فيه. وعشان نقدر نعرف اني كاميرا متفوقة عن التانية، خلونا الاول نبدأ بشرح المواصفات للجهازين الموجودين معانا. عندنا البيكسل 2 الكاميرا الامامية اللي فيه 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f2.4 وبتصور فيديو لغاية 1080p. اما الجالكسي اس 9 بلس فالكاميرا الامامية فيه 8 ميجا بيكسل برضو، لكن فتحة العدسة فيها f1.7 وبتصور فيديو لغاية كواد اتش دي 1440p، لكن انا ظابطها دلوقتي على 1080 عشان يبقوا الجهازين زي بعض. والسبب الرئيسي اللي بنصور بالكاميرا الامامية وانا ماشي عشان نشوف الثبات بالكاميرا الامامية ما بين الجهازين لمحبي تصوير الفلوجز، يقدروا يشوفوا ايه انهي جهاز انسب ليهم. بقالنا كتير قوي انا وطارق ما صورناش مع بعض. انتوا عارفين مين طارق؟ طبعا طارق صديقي. السلام عليكم. طارق صديقي وواحد من الناس الجميلة اللي شاركتني في القناة من زمان، ودايما بيحب وانا بحب ان احنا نكون موجودين دايما في مقارنة الكاميرات، لان ما شاء الله عليه المعلومات بتاعته غزيرة في المواصفات بتاعت الكاميرا. والله يعني المقارنة فعلا بتبقى، فيديوهات المقارنات بتبقى جميلة، الواحد بيقدر يشوف الفروقات ما بين اجهزة كتيرة يعني، ويقدر يشوف ايه الانسب بالنسبة له يعني، زاد لما نحط الجهازين قدام بعض جنب بعض وبيبان الفرق ما بينهم. طيب طارق، احنا هنصور صور كتير النهارده سيلفي، وهنجرب الفوكس مود حتى اللي جوجل متفوقه فيه، بس خلينا طالما الشمس ورانا كده ناخد لفه علشان نشوف ضوء الشمس وتاثيره على الكاميرا، بالرغم ان احنا في وقت تقريبا قريب من المغرب، فنشوف بس تاثير الاضاءه على الكاميرا. وانا بلف بالراحه علشان الناس اللي بتقول بدوخ لما بتلف بسرعة. الهدف من ده ان انت واحنا بنلف ان انت تشوف الكاميرا بتتأثر ازاي لما بيجي عليها ضوء الشمس او لما بيبعد عنها ضوء الشمس ويبقى مباشر لوشك. خلونا بقى ننتقل للكاميرا الخلفية علشان نشوف الاداء بتاعها. الكاميرات الخلفية بقى وهي الاساس في كل اللي احنا المفروض نعمله. اول حاجة محتاجين ان احنا نشوفها قبل ما نتكلم على مواصفات الكاميرا، الثبات، علشان كده بنصور واحنا ماشيين علشان تشوفوا الثبات اللي في تصوير الفيديو في التليفونين. بالنسبة بقى للمواصفات، خلينا نقول ان جالكسي اس 9 بلس عندنا فيه كاميرتين في الخلف، كاميرتين 12 ميجا بيكسل، ولكن الكاميرا الاساسية فتحة العدسة بتاعتها f1.5 وبتقدر ان هي كمان تتغير ل f2.4، والكاميرا الثانيه 12 ميجا بيكسل لكن فتحه العدسه بتاعتها f2.4، والاثنين فيهم مثبت بصري OIS عشان لما تيجي تنتقل في الفيديو يبقى ما زالت الصوره ثابته بقدر الامكان. اما البيكسل 2 عندنا كاميرا واحده وهي 12 ميجا بيكسل مع فتحه عدسه f1.8، والجهازين بيقدروا ان هم يصوروا لغايه دقه 4K. ايه يا قطه، هتحب انك تطلعي معانا في الفيديو؟ خلونا نعمل تجربه للزوم ان. هنقف بالتليفونين ونحاول ان احنا نثبتهم باقصى ما نستطيع. اول حاجه من الاس 9 بلس هنتقل للكاميرا الثانيه وهعمل بعدها زوم ان لاقصى حاجه 10x، وبعد كده هنعمل زوم ان من الجوجل بيكسل لاقصى حاجه ونشوف الثبات. انا يعني وانا بحاول ان انا اثبت ايدي، بس طبعا ما بتبقاش مظبوطه، وفي نفس الوقت فرق مكان الكاميرتين زي ما تعودنا بيخلي الصوره بعيده شويه. طبعا واضح ان في السامسونج دقه الزوم اعلى طبعا ما
نظرا ان فيك عندنا كاميرتين مش زي بيكسل 2 ان عندنا كاميرا واحده فقط، يعني طبعا الفرق بينهم اعتقد واضح يعني. خلونا نرجع بقى للخلف دور ونبدا نتفرج على الصور اللي هيتم التقاطها بالكاميرتين. الفيديو في مكاننا المفضل في الفود كورت علشان نشوف الجودة بتاعة التصوير في الظلام الدامس. الحقيقة التصوير في الظلمة يهمني اكتر الصور الثابتة مش الفيديو، لكن مفيش مانع ان احنا نتصور بالفيديو ونشوف الجودة والاداء بتاع الكاميرا الامامية والخلفية برضو اثناء الحركة. هننزل شوية تحت علشان يبقى في نور اعلى شوية. برضه الثبات واحنا نازلين السلم. وبرضه ما بنقدرش نحكم معاكم زي ما احنا متفقين علشان احنا بنبص على شاشات مختلفه، سوبر اموليد واوليد اموليد برضه واموليد برضه بس مش سوبر ازاي لكن طبعا على الشاشه واحده الموضوع بيختلف تماما. احنا قربنا الاول، معلش يا طارق لحظه عشان بس الصوت، احنا قربنا للنافورة دي فصوت المية هو اللي هيغلوش عليه، وبرضو فرصة عشان تسمعوا المايك اخباره ايه. المفروض ان قدامك يبقى ظاهر على الشاشة الصوت من اني جهاز فيهم يعني. بالظبط كده. انت كنت هتقول حاجة على الشاشة؟ لا مفيش، كنت بقول يعني ان هم لما نحط الفيديو على نفس الشاشة على ما واحد يجي يتفرج على نفس الجهاز على تابلت او على شاشة التلفزيون، الفيديوهين قدام بعض بيبان له الفرق غير لما الواحد يبقى باصص كده على سيستم موبايل. ال ال اس 9 عمال بيحاول يعمل فوكس اوتو فوكس، احنا مش مخلينه مانوال فوكس، سايبينه براحته كده يقعد يعمل فوكس لوحده. واحنا واقفين دلوقتي كان ظهرنا للانوار بتاعه المطاعم، وعكسنا دلوقتي بقى وشنا لانوار المطاعم علشان على الاقل تنور شويه. تعالوا بقى ننتقل للكاميرا الخلفية. الكاميرا الخلفية والتصوير بالليل والثبات بتاع الكاميرتين أثناء الحركة. احنا في نفس المكان وهنتمشى كده لحد الشلالات ديت علشان نشوف الثبات في التصوير. يمكن بس احب أكد على معلومة ان ما قلتهاش في الجزء بتاع الصبح من الفيديو، ان البيكسل 2 برضو فيه OIS زي الS9 Plus، لكن S9 Plus طبعا مميز في ان الكاميرتين عليهم كاميرتين الخلفيتين عليهم OIS. هنا بقى الصوت هيبدأ المية والحركات بتاعتها. خلونا بقى نجرب شوية صور.
عايزين نختم الفرق ما بين الكاميرتين في التصوير بالكاميرا الأمامية في الفيديو ممكن يكون فارق كبير، لأن الكاميرا الأمامية في البيكسل F2.4 والأمامية في الجالكسي S9 Plus F1.7. الخلفية برضو في فرق، F1.8 في البيكسل و F1.5 في الجالكسي S9 Plus. صحيح ان الـ S9 Plus بيعمل فتحة العدسة متغيرة، لكن على الوضعية الآلية فتحة العدسة بتكون 1.5، ودي زي ما انا شرحت في المراجعة بتاعتي بتخلي الصور ناعمة شوية، محتاج ان انت تنتقل لوضعية البرو. لكن لان احنا في المقارنات بتاعتنا ما بنحبش ان احنا نقارن غير الا على الوضعية الآلية، فحبينا ان المراجعة بالكامل تكون على الوضعية الآلية، حتى لو كان الكاميرا بتاعت S9 Plus فيها اختلاف وفيها فتحتين عدسة وممكن تطلع صور بشارب اعلى من البيكسل، ولكن خليناها على الوضعية الآلية. ده يعني كانت مقارنة كده، اتمنى تكون الفيديو ده عجبكم. الاثنين كاميرتين كويسين جدا، يبقى الاختيار لكم، بتحب اني طريقة تصوير واني نتيجة تصوير من اي جهاز منهم وبس. وانا سعيد جدا انا كنت مع ابو عمر النهاردة، ربنا يخليك، انا اسعد طارق، يعني اتمنى نشوف فيديوهات تانية ان شاء الله. ان شاء الله نشوفكم على خير في فيديوهات تانية، في امان الله.